الجولة الرياضية من أول قناة إلكترونية، أهلا ومرحبا بكم. بداية بالمنتخب الوطني الجزائري والذي انطلق تربصه التحضيري بالمركز التقني سيدي موسى، وهذا استعدادا لأول خرجة في تصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستكون أمام المنتخب الصومال في 16 من الشهر الحالي، وهذا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بداية من الساعة 5 مساء. في تصريحات خاصة بجريدة ليكيب الفرنسية، كشف قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز أنه الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية لهذه السنة، وهذا نظرا لثلاثية تاريخية التي حققها الموسم المنصرم مع ناديه مانشستر سيتي، مؤكدا أنه من غير المعقول تسليمها للحارس المغربي ياسين بونو. وفي أخبارنا المحلية، توصلت إدارة اتحاد خنشلة لاتفاق نهائي ورسمي مع المدرب نادير الكناوي لتدريب الفريق خلفا للمدرب المغادر مراد العقبي، وسيشرف الكناوي على تدريبات سيسكاوا بداية من هذا الأسبوع تحضيرا لمباراة الجولة السادسة أمام فريق مولودية طهران. كشفت لجنة الانضباط والعقوبات عن قراراتها الخاصة بالجولة الخامسة، حيث عاقبت كل من لاعب اتحاد العاصمة تومي سونغ ولاعب نجم بن عكنون حشود ولاعب شبيبة القبائل قتال بمباراة واحدة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام الجولة الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.